أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس الوزراء أن عطاء أبناء البحرين المتسم بالحب لوطنهم عبر محطاته المختلفة كان له إسهاماته في رفعة الوطن وازدهاره تحقيقا للأهداف التنموية المنشودة وربط المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. أشار سموه حفظه الله إلى أنه بمناسبة اليوم العالمي للتطوع والذي يصادف 5 ديسمبر فإنها فرصة لاستذكار ما يقدمه كافة أبناء الوطن من عمل تطوعي هدفه رفع اسم البحرين عاليا دائما. شهد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء بالجهود الوطنية الكبيرة التي قام بها كافة المتطوعين في مختلف مواقع التصدي لفيروس كورونا والذين لبوا نداء الوطن منوها بالأعداد الكبيرة التي بادرت بالتسجيل للتطوع ضمن الجهود الوطنية للتصدي للفيروس. قال سموه إن لكل مواطن ومقيم تطوع من أجل البحرين ومن أجل الإنسانية ثمار لن تنساها الذاكرة الوطنية، فبعطائهم تواصل المملكة التصدي لفيروس كورونا وفق ما هو مخطط له للتعامل مع هذه الجائحة، مشيرا إلى أن هذا العطاء مقدر وهو محل فخر لدى الجميع، ومقدما سموه لهم في اليوم العالمي للتطوع الشكر والتقدير على إسهاماتهم التي تمثل أسمى معاني الروح الأصيلة الجامعة للمجتمع البحريني.